كيفية عمل وإلغاء الحظر لأي شخص في حساب أبلو. عمل وإلغاء البلوك في حساب أبلو. السلام عليكم متابعين قناة علمني أكثر الشيوخات التكنولوجيا. بهذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية عمل حظر وإلغاء الحظر في حساب أبلو. قبل ما أبدأ حط لايك فيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى أستمر وياكم ومشاهدة ممتعة. قبل ما أبدأ يا أخوان عندي اقتراح لكم، سويت 3 فيديوهات عن شرح عن تطبيق أبلو. أول فيديو هي كيفية حذف حساب أبلو، فيديو ثاني هي شرح إعدادات تطبيق أبلو زائد إنشاء الحساب، وفيديو الثالث هي كيفية عمل بث مباشر في حساب أبلو. لمشاهدة الفيديوهات اضغط على روابط الوصف أو ادخل في قناتي واضغط على قوائم التشغيل وبعدين اختار شرح عن تطبيق أبلو. أوكي يا أخوان، اختار أي شخص تريد تسوي بلوك أو حظر. وطبعا شباب اكو طريقتين لعمل حظر او ابلاغ في حساب أبلو. اول طريقة اضغط هنا وبعدين راح تظهر لك هاي الصفحة وهذول كلهم ابلاغات. لو ضغطت على انا غير مهتم بهذا الشخص راح يتم عمل حظر او ابلاغ، فاختار اي واحدة. الطريقة الثانية ادخل في حساب وبعدين اضغط هنا وبعدين اختار اي واحدة او كمثال انا غير مهتم بهذا الشخص. اذا ضغطت على هذولا لازم تكتب ملاحظة مالتك او تبليغ مالتك. بعد ما كتبت تبليغ مالتك اضغط على تأكيد البلاغ وبعدين اضغط على حسنا راح يتم عمل حظر او ابلاغ. وهسه نجي نشرح عن كيفية ازالة الحظر. اضغط على بروفايلك وبعدين اضغط على الاعدادات وبعدين اضغط على الصفحة الشخصية والحساب وبعدين اضغط على الصفحات الشخصية المحظورة، راح يظهر لك جميع الاشخاص اللي عملتهم حظر وبعدين اضغط على رفع الحظر. شكرا على المشاهدة، وصل الى نهاية الفيديو. لا تنسى لايك الفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى استمر وياكم. لا تنسى تابعني على انستغرام، رابط الحسابي راح يكون في الوصف. واشوفكم فيديوهات قادمة وجديدة ومهمة، والسلام عليكم.